نشوف مع بعض فيديو حيورينا وين وصلنا في أفكارنا في اليمن. في هذا المكان من جبال ريم الشاهقة التي تعانق السحاب وتزينها خضرة ساحرة، وجدت الحكمة التي تقول أن الحاجة أم الاختراع، وأوجدت المعاناة في حمل الاحتياجات على ظهر الحمير لمسافات بعيدة ودفع مبالغ كبيرة. المعاناة جعلت أحد المواطنين يستحدث هذا الابتكار المطور ويجعل من إمكاناته البسيطة مصعدا ميكانيكيا مؤلفا من سيارة قديمة وحبال حديدية ممدودة من رأس الجبل إلى أسفله لمسافة تصل إلى 1000 متر تقريبا، ليحمل الناس وأغراضهم الثقيلة التي تحتاج لوسائل نقل صعودا أو هبوطا على طول هذا الجبل فوق عربة حديدية معلقة على طول الحبال الحديدية. بدأنا بالتصميم عبارة عن قاعدتين متساويتين، يعني بالتساوي، قاعدة هنا وقاعدة في المنطقة الأعلى حيث الموقع الأساسي فوق. بدأنا بتركيب الرصدة وهي عبارة عن حقتين كبيرة، تعتبر الرصدة الذي يمشي فوقها الصندوق. وبدأنا بتركيب العبارة عن السحب الجاي والرايح، عبارة عن خطة ملتصقة كاملة. يبدو المنظر من على المصعد سحرا من الطبيعة وتحليقا في الهواء الطلق بإمكانات بسيطة. كان لمراسل أضواء سهيل تجربة في النزول عبر المصعد وهو يلتقط هذه الصورة. يعني الجهات المختصة أن تقوم بتصاميم زي هذه المشاريع لتسهيل النقل. يثبت الإنسان الريمي أنه قادر على قهر الظروف وتذليل الصعاب وإن كانت جبالا شاهقة. أم علي، تلفريك في ريمة؟ أيوة. ما في إلا في الطائف عندنا وفي أبها وكمان في ريمة. لا ذا الحين احنا الحمد لله وجدنا عندكم في ريمة تلفريك. أيوة، 31 مشروع. ما شاء الله تبارك الله. طيب أنا حاب أعرف منك أول شيء، إيش الفكرة وراء هذا الأمر؟ ليش أنت فكرت في هذا الموضوع؟ والله يا سيدي، من صعوبة الجبال ووعر الطريق وعدم استيجاد المشاريع، لما يعني يرسى في المكان هذا مشروع يتقدم له كم مقاول ما ياخذه، ما حد ياخذه، ما في مقاول ياخذه، يحرم. ولهذا طلعت الفكره في راسنا ووجدنا الصنعه هذه. جميل. طيب انا حاب اعرف منك اول شيء اهتمامك بالموضوع، يعني انت ما شاء الله تبارك الله شيخ عزله في ريمه، متى بدا اهتمامك بهذا الموضوع الميكانيكا وهذا الامر؟ والله بدأت بالنسبة للميكانيك من عام 81، في أول ابتدأت في شغل في ميزان إلكتروني. أول ميزان يخرج اليمن هو حقنا، حق أخوك. أيوة. ما شاء الله، فين كان هذا؟ في بيت الفقيه. بيت الفقيه في الحديدة. أيوة، قريبة على الحديدة. وبعد ذلك اشتغلت 3 سنوات، وثلاث سنوات اشتغلت على معدات ثقيلة، يعني سوى. فين اشتغلت في معدات ثقيلة؟ في البلاد. في البلاد برضو. أيوة. إيش المعدات اللي اشتغلت عليها؟ درك ثلاث. كنت سوق درك ثلاث. كم كان عمرك؟ أيوة. كم كان عمرك وقتها؟ يعني ما بين 12-13-14 سنة وسوق درك ثلاث. أنا زيك سوق الدراجة بس وطحت والله العظيم في نفس العمر. طيب بعدين إيش صار؟ بعدين رحت السعودية في 86. الغربة. رحت تغربت. أيوة. قلت لا. فين في السعودية؟ في جدة، شركة ذهول جدة. دورة سنتين وأربعة أشهر. في إيش دربت على إيش؟ ميكانيك. ما شاء الله. ميكانيك معدات ثقيلة. أيوة. وبعدين؟ وبعدين عدت إلى البلاد. إلى ريمة ولا بيت الفقيه؟ بيت الفقيه. فعلت ورشة مجمع يعني من ميكانيك وتدبيل وتعديل وكهرباء وسمكره وكل ما لزم. مجمع من مجاميعه. ايوه تمام. طيب الان ايش الفكره في هذا التلفريك؟ ما شاء الله، هو كيف يعمل؟ ايش الالات اللي بتستخدم؟ شايفين سياره، شايفين واحد طالع. ايوه. اولا يا سيدي، تكون هذه من سياره ودينامو وعمدان ومكرات. تمام. يعني بعد المكرات حصلت حدث معنا، لأنه كانت السيارة
كان أول ما يبتعد من السيارة كفر واحد بس وتركب على الطاوة زي قاهش الماطور رايح وجاي. تمام. بعدين حصلنا شعرنا بخطورة، فعنا السيارة جانبية وفعنا إكلنج مع دينمو مزودة ببيرنجات. ما الكل يعرف إكلنج إيش هو؟ أيوة. إيش هو الإكلنج؟ توصيلة. تمام. وبعدها قمنا بالعملية هذه. طبعا الآن قد احنا في 31 مشروع تطورت الشغلة ما شاء الله تبارك الله إلى يعني 6 أضعاف. تحية كبيرة لهذا الجهد وهذا الإنجاز. طيب الآن هذه الفكرة طبقتها في ريما، 31 مشروع ما شاء الله تبارك الله، ساعدت أكيد في تسريع عملية التنمية لأنه مستشفيات ومراكز صحية ومدارس ما حد كان يرضى يأخذها بالمقاولة لأنه يقول لك صعوبة المكان وما في طريق، صحيح؟ نعم. كنت حكيت لي أمس على مشروع عملاق طوله 2000 متر. 2000 متر. 2000 متر. جميل. أيوة. وبعدين صندوق رايح وصندوق جاي بدل ما. يعني ما صار يعني بعد هذا الفيديو بعد ما تصور طورتوا الفكرة. أيوة أيوة. كيف صارت الآن؟ الحين باليوم يعني تقدر بإمكانيتك ترفع 400 كيس إسمنت. ما شاء الله تبارك الله. بصندوقين. بصندوقين يعني يعتبر تسمى معنا مشروع العملاق. سميته المشروع العملاق. أيوة. وأنت عملاق أيضا يا عمالي. طيب الآن وصلت لهذه المرحلة، يعني أكيد واحد بيشوفك يقول يا عمي سهل أجيب سيارة خردة في ناس عملوا زيك؟ في ناس لكن ما نجحوا. ليش ما نجحوا؟ إيش المشكلة؟ لأنه يقول مثل يقولوا أعطى الخبز خبازه ولو كل نصه. يعطيك العافية. طيب ما فيها خطورة هذه يا عمالي؟ إلا خطورة إذا لم تعمل حسابك، لأنه إذا معك حبل تشده في الجو الوزن حقه كيلو يطلع في ضغط الجو 50 كيلو. أها. معك طبعاً اندماج. ما درست فيزياء والله والأشياء دي. معك اندماج وانكماش. تمام. في أيام البرودة وفي أيام الحر. ما شاء الله. أيوة. تمام. طيب أبنائك أصبحوا يعملوا معك في هذا المشروع؟ طبعاً. يعني من وعاده 5 سنة لازم ياخذ دراسة الميكانيك وما بعده إلى حتى يوصل. تمام. أمور. وكل أبنائك الآن يعملوا على هذه المشاريع؟ كل أبنائي. كم أعمارهم ما شاء الله؟ 21 سنة. وشغال يطبق الحركة، دفع له دراسة تامة على طول طبقها. أنت أخذت تعليم في المدرسة يا عمالي؟ شوية. لا صف كم؟ يعني هكذا أول إعدادي. أول إعدادي ما شاء الله تبارك الله. إيش حاب تقول لكل واحد عنده فكرة عنده هم حامله إنه يخدم بلده، إيش حاب تقول؟ أحب أقول على إن من عنده فكرة على إنه يطرحها وأمام الجماهير بكل شفافية. بكل شفافية. أيوة. ويا كثرة الشفافية اللي نحتاجها الأيام هذه يا عم علي في أشياء كثيرة. شكرا للشيخ علي الحميري.